المقابله كانت صعيبه، صعيبه ماشي من الناحيه الكرويه، ولكن الطقس الرطوبه والحراره لعبت واحد الدور كبير، والنتيجه نتاع واحد لواحد هي نتيجه ايجابيه للفريق الوطني المغربي. المستقبل والماتش اللي غادي يكون جاي ان شاء الله، اللعابه ما يمكنلهمش يعطيو اكثر من هادشي اللي كعطاو. حنا كنا جالسين في لا تريبيون وكانت الحاله ديالنا ما يمكنناش نستحملوا اكثر من واحد 15 دقيقه زايده، ولكن الله يحسن العوال اللعابه والمدرب دار اللي عليه، والنتيجه ايجابيه للمنتخب الوطني. اليوم الشوط الاول المنتخب لعب مزيان، ولكن الشوط الثاني بان عليهم العياء صراحه، الظروف صعيبه بزاف، وحنا كنا كنشجعوا وما قدرناش نصبروا الماتش كامل، عاد اللعابه مساكن. ونقدر نقول بان هذه النتيجه وهاد النقطه اللي ديناها اليوم نقطه ايجابيه جدا، وخصنا نبنيو عليها بزاف ديال القرارات وديال تغيير الخطه، ولا شنو نقدروا نعملوا مثلا في ماتشات صعبين بحال هادو. غيجيونا ماتشات صعبين وخصنا نعرفوا نجريوهم، ولكن انا عندي الثقه الكامله في المنتخب الوطني ان شاء الله. النتيجه ديال التعادل نتيجه مرضيه بالنسبه لي انا وبالنسبه بزاف ديال الاخوان، لانه اللي كان في التيران، اللي كان هنايا في التيران غادي يعرف الظروف فاش لعبوا اللعابه اليوم. لا ظروف زعما بالنسبه للجو كانت واحد الحراره قاسيه، وكانت واحد الميديتيليه طالعه، بحيث انهم هما وسط التيران الله يكون لهم في العوان في هذا الجو هذا. حنا كجمهور ما قدرناش نبقاو مستمرين في التشجيع، لا بدا ما كنطلعوا نرتاحوا شويه من الظليله وهذا، لانه الجو كان قاسي. ونتيجه التعادل نتيجه مرضيه، وراه غندوزوا ان شاء الله حنا لي بروميو، غنجلسوا هنا في سان بيدرو حتى ان شاء الله باش نتأهلوا للكار فينال والدومي فينال والفينال، ونجيبوا ونتوجوا لا كوب دافريك ان شاء الله. جينا باش نديو لا كوب، ضربنا تمالا جينا وطاستوب وكل شيء باش نديو معنا لا كوب من هنايا ان شاء الله، من قلب كوت ديفوار.